اهلا وسهلا بكل الساده المشاهدين اللي بيتابعونا وبيشوفونا على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من التلفزيون المصري. حلقه جديده النهارده من برنامجنا الشهير اكله امي. اكله امي النهارده عايز اعمل حاجات جديده وفي نفس الوقت كمان تكون سهله على ست البيت اللي هي ام وخالتي وعمتي وبنتنا اللي بيقفوا في المطبخ وبيجتهدوا ان يعملوا حاجه حلوه يرضوا الاسره وضيوفنا. واللي عايز يقولك والله لازم تاكلي من ايدي النهارده ولازم تتغدي من ايدي، لازم كلمه تسلم ايدك يا حبيبتي. النهارده هنعمل اسكالوب لحمه بالجبنه، حاجه كده اختراع من الشيف المغازي. الاسكالوب باللحمه دايما بنعمله ليه شريحه اللحمه الاسكالوب اللي هي بتيجي من الوش الفخده وبتتعمل مع بيض وبقسماط. النهارده هنعملها مدرسه جديده خالص، مدرسه المغازي لفن الطهي. معانا طبق مكرونه بالمشروم، جيبوا لي المشروم يا شباب. شوف هنعمل المكرونه ازاي مع بعض بطريقه سهله وبسيطه. وطبق المكرونه ده كمان بيتميز بان هو فيه فليفر من الكريمه اللباني والطعم والزعتر. الخيار المخلل هنا هيكون شريك لعمل الاسكالوب، ولكن المفاجاه بقى وجود الفاكهه في السوق بتاعنا والفاكهه الحلوه من خير ارضنا، اذا كان العنب الاحمر الابيض التفاح الجوافه الموز، كل ده مع بعض هيبقى ميكس هنعمله مع طبق كسكسي جامد جدا ونسميه طبق حلو، طبق كسكسي بالفواكه الطازه الجميله الحلوه. يتصدرها طبعا القرفه الخشب والقرفه الناعمه مع سكر لطيف وجميل. انا مش عايز اقول لحضراتكم لان عندي تفاصيل كتير ومعلومه غير معلومه، وكمان اساعدك انك تقف في المطبخ تعملي حاجه جديده. ما تيجوا ناخد بعدين نطلع فاصل صغير وبعد الفاصل اطرحوا لي. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل لطبق كسكسي بالفواكه. احنا طبعا اشتغلنا المانجا ودلعناها، النهارده معايا عنب بناتي، عنب احمر، معانا كسكسي من الست الطيبه اللي بتبيعه على ناصيه الشارع، معانا تفاح اخضر واحمر، والمقادير على الشاشه غنيه بشكل الفواكه اللطيفه الجميله من خير ارضنا، اذا كان عنب بناتي احمر وابيض والتفاح الاخضر والاحمر عشان ما حدش يزعل يقول لك انا عندي الاحمر اشغله ولا ما اشغلوش. معانا موز وجوافه، معانا شويه زبيب فواكه مجففه، معانا جنزبيل، معانا قرفه ناعمه وقرفه خشب، ومعانا الكسكسي بتاعنا من الست الطيبه اللي على الشارع، والسكر البودر والزبده. الطريقه اللي هعملها بيها دي للكسكسي طريقه جديده، وقولوا معايا حقوق الطبع لدينا وبس. طول ما احنا مع بعض ان شاء الله وعلى قيد الحياه دايما هنسمع الجملة الشهيرة للشيف المغازي حقوق الطبع لدينا وبس على شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية، بافتكاسات، بخبرة طهوية، بحاجة جديدة بنعملها، ولكن في حدود المطبخ. حلو. طيب، طاسة على النار بتسخن والفواكه بتاعتي أأمن على الفرن، أخباره إيه؟ تمام، الله يبارك لك يا أستاذة رحاب. الفرن سخن، ده يبقى كنت ماسك قلبي. أعمل إيه بقى؟ أخد العنب ده كده وفصصه هنا، قلبي الصغير لا يتحمل العنب البناتي بين اصابع ايدي وهو طالع من الثلاجه ولذيذ كده، والواحد ايه ياخد له خمس ست حبات وايه وياكلهم. ده العنب، بص انا بس كده اهو افرطه كده بيدي نازل مستوي جاهز في عزه العنب البناتي دلوقتي. حلو قوي. ناخد العنب الاحمر، حلو. شوف والله ما بعمل حاجه، بس هو كده. حلو تمام. واشيل طبعا الايه العروق دي كده عشان ما تجيش تحت سناننا تبوظ لنا الموت. بيبقى الواحد قاعد في امان الله. مدي الامان بقى. حلو الكلام، زي الفل يا عم الشيف. عندي قرفه خشب، احط هنا عود كده. انا برسم ايه شكل هنشوفه بعدين مع بعض. بقى احط عود هنا كده، واحط عود هنا كده، وبحط عود هنا كده كمان. حلو قوي تمام زي الفل. ده بالنسبه للقرفه، القرفه الناعمه احط شويه كده وشويه سكر، سكر بودر اهوت، معلش انا اسف. برسم خريطه، اختراع، سكر بودر، كرمله. عارفين الكرمله ايه هي؟
ان الفاكهه دي هتتكرمل دلوقتي. حطيت السكر. عندنا ايه بقى في الفواكه تاني؟ موز. الموز البلدي ده ما اقولكمش، هاخده كده زي ما هو. نعم، الاسكالوب معايا، هو وجوده في البقسماط فرصه ان البقسماط يتعرف على حته اللحمه الحلوه، حلو، ويحصل فيه ايه؟ انسجام ما بين الغشاء الخارجي لحته اللحمه توبنج يعني، والخلطه اللي انا عاملها. هناخد عم الموز ده كده، نقطعه هنا كده، وحقوق الطبع لدينا بس. ده موز كده، حلو قوي، كفايه التلاته دول كفايه. نشيل الموز ده على جنب، ليش؟ اللهم صل على النبي. عندنا ايه يا عم الشيف تاني؟ عندنا تفاح، حلو قوي. نمسك التفاح ده نقطعه تقطيعه حلوه كده، وانت بتقطع التفاح الطريقه دي حلوه اهو. شفت انا قطعت التفاحه ازاي؟ دي مش عايزها، ملهاش لازمه، حلو. واخد التفاح ده كده كانك بتعملي فروت سلطه، كانك بتعملي فروت سلطه. سوائل التفاح دي والسائل اللي هينزل من التفاح ده هينزل على السكر السكر البودر، هينزل على الجنزبيل، هيكرمل دلوقتي لما احطها الفرن. اكون جهزت الكسكسي بتاعنا بالزبده. ناخد التفاحه اللي احنا قطعناها دي كده نحطها كده. بنرسم خريطه من الفواكه الطازه من خير ارضنا. تفاحه حمراء علشان ما حدش يزعل. برضه نفس التقطيع اهو، بس انا بقطعه ازاي اهو. حلو اهو، زي ما انا شغال كده. خدها. ليه بقى يا شيف اخترت الطبق ده النهارده؟ احنا بنلاحظ حاجه، بتجيب الفواكه بتقعد في الثلاجه بجد والله العظيم، ممكن يحصل فيها تبوظ تبترى جامد، نسيبها اسبوع ننسى ان احنا جايبين فاكهه، ولادنا يستكتروا ان هم يبذلوا مجهود مع التفاحه وياكلوها، الموز ممكن يبوظ عندنا يسود واحنا مش بناكل الفاكهه. يقول لك لا انا بقى اكلك الفاكهه النهارده للولاد بطريقه جديده. دي كلها فواكه مجففه، اهي فواكه طازه، سوري. هندخلها الفرن تاني، نرجع للسكر بتاعنا اهو، السكر البودر كده زي ما انا شغال. حطيت طبقه عنب وحطيت سكر وقرفه، حطيت طبقه من الموز والتفاح وحطيت سكر وقرفه وانا شغال. حلو قوي والله. في جوافه، ناخد الجوافه برده القطعيه كده للجوافه اهو. شفت انا بقطع الجوافه ازاي اهو. اللي بيحب الجوافه، جوافه يعني فيتامين سي، وابعد عن البذر اهو. حلو قوي، كمان واحده معايا، هو ده اهي. شفت تقطيع للفواكه؟ خدت اللحم، حلوه، واشيل دول كده من هنا، واخد الجوافه اللي انا قطعتها دي كده، بتدي مزازه وبتدي طعم، وانا عاشق للجوافه يعني. اقل حاجه ان انا بعد ما باكلها تنك الاقي يعني طعمها في ايديا. وريحتها بسم الله ما شاء الله، الجوافه البلدي بتاعتنا بتجيب من اول الشقه لاخر الشقه. لسه ما فتحتش الكاسه جايب لنا جوافه يا حبيبي على طول. ناخد الجوافه دي كده. لسه الحلو جاي. نرانا حاجه؟ زي ما هو كده تمام، عملنا حاجه كانك قطعت فروت سلطه. هناخد يا عم الشيف الفواكه اللي قطعناها دي كده عشان لسه عندنا شغل كتير، نغذيها وندلعها بمكعبين من الزبده مع السكر البودر مع القرفه الناعمه، وندخلهم النار، وربنا يكفينا شر النار. قرفه ناعمه، جنزبيل طازه، يا ويلي يعني. يا ويلي على الطبق ده. على فين الطبخه دي يا شيف؟ هو ده، فين بقى؟ فين مكانه؟ حد يقول لي. صلي على الحبيب، هو ده. طيب يلا، فواكه طازه من خير ارضنا بتشمل موز، تفاح، عنب بناتي، احمر، ابيض، كل ده مع بعضه، والجوافه بتاعتنا البلد الحلوه في قلب الفرن. معانا الكسكسي لنا طبعا موقف معاه. نطلع فاصل يا شباب ولا نكمل؟ انا جاهز.
طب نخلص الكسكسي ونطلع فاصل، ايه رايكم؟ الله عليكم. طب تمام، ادي الكسكسي معانا اهو، والنار معانا زي الفل. هعمل ايه مع الكسكسي؟ معايا ميه بتغلي، حلو قوي. باخد من الميه دي يا عم الشيكو، جاي لك الزيت، الزيت بيقول لي انا جاهز، ما تعذبنيش. هو ده ميه بتغلي، ميه بتغلي اهي، حلو. دول كفايه، بحط على الميه دي يا عم الشيف زبده، بحط على الميه دي يا عم الشيف شويه سكر، زبده وسكر، واقلبهم كده اه، والبهارات بتاعتنا من الجنزبيل، ده جنزبيل طازه، معانا القرفه الناعمه، حلو قوي، وشويه الزبيب المحترمين زي الفل، ونقلب دول كلهم مع بعض. حد هيقول لي يا ابو غزه بتجيب الاكلات دي منين؟ ما كانش الكلام ده ايام والدتي ووالدتك الله يرحمهم واللي يديهم الصحه. الكسكسي ده نحطه ونزوي ونحط عليه شويه حليب مغليين كده اه جميله. بس يعني احنا بنعمل حاجات حلوه، الزبده تسيح مع الماء المغلي جيدا مع فليفر من القرفه الناعمه، ممكن تحط شويه فانيليا زي ما انت حابه اه، دابت الزبده بالشكل ده كده زي الفل، جواها شويه زبيب. ناخد بعضينا ونجيب الكسكسي الحلو اللي معانا اللي جبناه من الست الطيبه زي الفل، ماشي تعالوا ما تزعلوش، القرفه دي زي الفل، اللهم صل على النبي، وننزل بالكسكسي. بس لا هسه هسه اشوفها بتغلي قدام عينيا، اشوفها بتغلي قدام عينيا، اهي 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 اهي، هو ده اه، العب السمك اه اه اه، قالب الكسكسي بالفواكه الطازه اه، مش بلحم العلوش، عارفين ايه هو لحم العلوش؟ لحم الخروف يعني، اخواننا في المغرب وتونس اه، مش بالخضار اه، الله اه. سيبوني بقى اقلب الكسكسي واعيش معاه، يشرب السائل الحلو من السكر والقرفه والزبده، واسيبه كده بس بيسيلوا الكسكسي بالسمنه والسكر والعسل اه اه، وناخد بعضينا ونطلع فاصل. وشكل الزبيب في قلب الكسكسي مع القرفه عامل ميكس جامد جدا، ولكن مع الفواكه الجميله الحلوه الطازه اللي في الفرن اللي بتتكرمل مع سكر وقرفه وزبده طبعا هتعمل اضافه للكسكسي ده. اوعوا تروحوا بعيد، تابعوني بعد الفاصل. بسم الله الرحمن الرحيم. اخبار الكسكسي يا شيف؟ شفت كسكسي ما اقولكيش، شفت الكسكسي اه، ريحه القرفه بقى مع الزبده مع كرمله السكر، انا جايب لك السورتين الحلوين جنب بعض من جور السعيد يسعد، سكالوب بانيه في قلب الزيت صوته جميل جدا، معانا الكسكسي بتاعنا متفلفل، معانا مكرونه بتستوي في قلب الماء المغلي المخلوط بزيت الزيتون والملح زي الفل، تقليبه حلوه حلوه، لسه مفيش انتاج لغايه دلوقتي، هيبدا الانتاج بتاعنا بمراحله كده. اول حاجه الكسكسي اه، بطلعه من الفرن، اخباره يا عم الشيف؟ هنحطه كده على البلانشه، والفواكه بتاعتنا اللي اتكرملت، الله، سامعين الصوت ده كده؟ صوت الزبده اه، اخد الكسكسي بتاعنا، اللهم صل على النبي، ناخد الكسكسي بتاعنا اهو، اللهم صل على النبي اه، وانا بنزل كده اه، شايف حبات الكسكسي نازله فرحانه ازاي؟ هتعمل انصدام ما بين تفاح جوافة عنب، يا نعم يا فندم اهو يا بص، ايه ده ايه ده ايه ده اه 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 انت عارف، انا عارف، عادلي عادلي، انا كده الشيف حاطط ميه وحاطط زبده، الكسكسي ده هيعجن دلوقتي، ايه ده انا ما كانتش تعمل كسكسي، اقسم بالله اريكو انا، وانا
خبرة السنين. ها لس 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 الحلو جاي. الكسكسي هنا بقى مع السوائل اللي هتنزل من الفواكه لازم كلهم يعملوا اتصدام كده وهم سخنين مع بعض. ما نغرفوش دلوقتي، هنجهزه. الله، انا بصراحه مستخسر مش عايز اسيب حاجه في الطاسه عشان نجيب الطاسه للاخر عشان ما نقولش ايه. شايف كلهم والله العظيم هزعلك، انا اقدر فداك. حلو. الحركه دي مهمه جدا. وتسيبه يعيش مع نفسه شويه لان في سوائل نازله من الفاكهه، من العنب والتفاح والموز والجوافه. نعم، حط مانجا، مش هتقول لا، مش هتعترض المانجا. كيوي مش هيعترض برضو، عادي هات اللي عندك انت. بس نقفل الفرن ده كده ونشيل الحلوه دي من هنا عشان عايزين البلانشه بتاعتنا سخنه. خلي بالك خلي بالك، خليها هنا لسه لنا شغل فيها، خلوا بالكم. حلقه النهارده حلقه مميزه، حابب ان انا اعمل فيها حاجات جديده ونسمع مع بعض حقوق الطبع لدينا. بس هتعمل ايه يا عم الشيف؟ هشتغل مع الكسكسي بقى شويه واشيل البلانشه دي من هنا مش عايزها، واروق مطبخي كده عشان الصوره في الاخر تطلع حلوه. اللهم صل على النبي، اهو الروقان والنظافه وانت واقفه في مطبخك رايقه. هنغرف الكسكسي ده ازاي يا شيف؟ احنا مع بعض اهو زي الفل. الطبق ده حلو كده. ايه الاخبار؟ زي ما هو كده بنحط الكسكسي هنا. اللهم صل على النبي، ادعوا لي. يلا عم نقول يا رب يا رب. هو ده ايه الاخبار؟ فين العنب المجفف؟ فين الزبيب؟ فين التفاح؟ فين الموز؟ صلي على الحبيب قلبك يطيب. لسه ما خلصتش. توراكوا حاجه؟ احنا قاعدين، احنا ورانا ايه؟ بنعمل حاجات اهوت جديده لاول مره نشوفها. الكسكسي ظالمينه ما بين لحم العلوش، ظالمينه ما بين الخضار، ظالمينه ما بين ان احنا نعمله بالسكر. عملته النهارده بطريقه جديده لطيفه حلوه بطعم القرفه بالشكل الحلو ده كده، واللي عايز يدوق يبحث ويشوف. رؤيه فن ابداع بنشوفه كل يوم على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من ماس بيرو.